سلمى، مثل ما تابعنا اليوم بيصادف اليوم العالمي للإعلام الإنمائي أو المعلومات حول التنمية الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1972، والذي يراد منه لفت انتباه الرأي العام العالمي لمشاكل التنمية والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل حلها. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وعن الإعلام الإنمائي وعن أهمية هذا اليوم، معنا الدكتورة لبنى بشارة خبيرة التنمية الإدارية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة. يا هلا فيكم. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة، بيصادف اليوم هو اليوم العالمي للإعلام الإنمائي. أولا خلينا نعرف الناس شو هو مفهوم الإعلام الإنمائي. اليوم هو مناسبتين يفترض يكون، لكن دمجوهم مع بعض لأن الهدف واحد. أول شيء مثل ما تفضلتي الإعلام الإنمائي، وبالبداية كان يفترض يطلق عليه اسم اليوم العالمي للمعلومات حول التنمية. هلأ شو الرابط بين المعلومات حول التنمية والإعلام الإنمائي؟ ومن هون مننطلق لنحكي على المفهوم أو المفهومين سوا. العلاقة إنه إعلام بدون معلومات مانو موجود، بيكون إعلام غير هادف، ما له توجه محدد، ما له خط أو لنقول معايير ليوصل لإلي يحققها فيحقق هدفه. فلذلك كان اليوم المعلومات حول التنمية إنه نحن قد ما فينا نعطي معلومات وننشرها ونستخدمها وتتشارك فيها الدول، بيكون دور الإعلام قوي. ليش؟ لأنه الإعلام هو الوسيلة الأكثر استخداماً لتداول المعلومات ونشرها بين المجتمع. فمعناته هي أول شيء العلاقة بين المفهومين. هلأ لنجي لمفهوم الإعلام الإنمائي، فهو حالة بتوفر لنا نشر للمعلومات، ضرورة تعاون بين الدول كلها لمشاركة هاي المعلومات للوصول لأهداف تنموية. هلأ مين بيحدد لي شو هي الأهداف التنموية؟ ممكن البلد ذاته، الدولة، أو ممكن مثلاً الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقول أنا أهدافي التنموية بهالخمس سنين هي كذا، تمام؟ فمعناته الإعلام التنموي هو حركة فكرية بتحرك الفكر، بتحرك الرغبة عند الإنسان لتغيير واقع معين لو الوصول إلى هدف بترتقي فيه بالمجتمع بأي ناحية من نواحي التنمية. أكيد سلمى، يمكن الإعلام الإنمائي أو التنمية هي جزء كتير مهم بحياتنا وبحياة تطور جميع المجتمعات. خلينا نحكي عن دور وسائل الإعلام بتوظيف التنمية لخدمة المجتمع. دور وسائل الإعلام هو الأساسي بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه الإعلام هو اللي بيدخل لكل بيت حالياً، هو موجود بإيد كل شخص فينا لما نمسك الموبايل ونتصفح. نتيجة وجود الإنترنت هلأ فصار في كتير دور أساسي ومهم للمواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحات الإخبارية الإلكترونية. الإخبارية ما بنقصد فيها هو الإخبار السياسي، يعني لا، أي أخبار بتهم المجتمع. حتى صار في تركيز حالياً بالأهداف التنموية بال 2030 هي المقرر لإلها، إنه نحقق توعية وتنمية بمجال البيئة والمناخ، يعني تحديدا المناخ. طبعا في عندنا 17 هدف لازم نوصل لهم بال 2030 بخطة التنمية المستدامة، لكن واحد منهم هو تطوير المعلومات والثقافة حول موضوع المناخ. فوسائل التواصل هي تقوم بنشر المعلومة وتحليلها، مو بس بتنقل، لا، حتى بتحلل، بتوصل هي المعلومة، بتبسطها، بتحبب الجمهور فيها من خلال أسلوب الطرح، فبتخلق عندهم رغبة، بتخلق عندهم دافع للتغيير بسلوكهم. معناته هي بداية أثرت على الفكر، بعدين صار انتقل تأثيرها، إذا كان في تبني للفكرة من قبل المجتمع انتقل تأثيرها ليتحول إلى سلوك وعادات. فهذا دور كتير كبير وكتير مهم لنعمل نقلة نوعية بسلوك وحياة المجتمعات. أكيد. يعني دكتورة اليوم عم نحكي عن الإعلام التنموي اللي هو أصلاً له دور تثقيفي كتير كبير وكافة المجالات بالحياة. أي حملة
خلينا نقول حملة توعية أو حتى حملة معينة بأي مناسبة بتحمل اسم الحملة التنموية. خلينا نحكي عن الأهداف اللي تغيرت، ويمكن مثل ما قلتي في 13 هدف من هون ل 2030. خلينا نحكي عن الأهداف اللي تغيرت واللي انضافت طبقا فينا نقول استجابة حاليا لمتطلبات العصر واللي لازم أكيد يلبيها الإعلام التنموي. بالبداية كانت الأهداف التنموية كان العمل على أهداف تنموية فقط. بالفترات الأخيرة صار العمل على أهداف تنمية مستدامة. معناته شو اللي تغير عنا؟ فكرة التنمية كانت لواقع حالي، بعدين صارت لتنمية مستدامة. كيف تغيرت؟ بالأمثلة رح نحكي شيء بسيط. مثلا سابقا كان يصير منطقة معينة فيها أمراض، بدنا نهتم نعمل تنمية بالمجال الصحي فنقدم لقاحات مثلا. هلا كيف صارت هي تحولت لتنمية مستدامة؟ صار ما بيكفي نقدم لقاحات مثلا، صار بدنا نأهل أشخاص ليعرفوا يعطوا هاي اللقاحات أو ليصيروا أطباء أو لنفتح مراكز دائمة. معناته نحن من مبدأ أنه مو طعميته السمكة صدت له إياها، لا، علمته كيف يصيدها، وما بيكفي كمان أنا علمته كيف يصنع السنارة ليصيد السمكة. فهذا صار مبدأ التنمية المستدامة. فتحولت الأهداف من فكرة أنه أنا بدي أقضي على الجوع، على الفقر، بدي أهتم بالتعليم، فتوسعت أكثر لتصير تنمية مستدامة لتشمل كل نواحي الحياة، ومن بيناتها حق التعبير اللي هو ضمن الإعلام. حتى حالياً في أحد الأهداف التنموية هو حق ما بيكفي لحرية التعبير كإعلام، حتى بالمجتمع كأفراد، حتى الاحتجاج لكن السلمي. معناته عم بيخلق الإعلام حالة توعوية تناسب الفرد، يعني هي عطته حق معين لكن تناسب المجتمع والدولة، إنه ما يصير في عنا فوضى، ما يصير في عنا انحرافات عن التوجه الحقيقي اللي هو ممكن يطور لي المجتمع. فبهي الطريقة تطورت الأهداف التنموية من شيء محدد وبسيط إلى شيء أكثر عمومية وشمولية اللي بيشمل مجموعة نواحي مترابطة مع بعضها. طيب دكتور خلينا نعددهم مع بعض، هنن 17 هدف مثل ما قلتي حضرتك، خلينا نحكي هدف هدف شو هنن. تمام، أول شيء اللي هو دائما الحالة الأساسية عندنا هو القضاء أو الحد من الجوع والفقر، رفع مستوى التعليم أو نشر التعليم بالأماكن اللي فيها أمية، الاهتمام بالمجال الصحي، هدول دائمين. يعني هلأ اللي نضاف عليهم في شيء هيك نوعي لنقول لنهاية 2030 اللي هو الاهتمام بالمناخ. فمن بداية كانت يصير في عنا مبادرات للاهتمام بالبيئة، مثل مثلاً أنه القضاء أو التخلص على استخدام أكياس النايلون، مثل ببنغلاديش هي أول مبادرة بسبب الكوارث اللي سببتها أكياس النايلون بأنه سكرت الصرف الصحي بالبلد كلها. فهن قرروا عملوا قانون للمعاقبة على استخدام هاي الأكياس، وبالفعل تخلصوا من هذا الموضوع. فمعناته البيئة طبعا في حملات كثيرة مثل تنظيف الشواطئ، مثل لأنه بتقضي على الحياة البحرية. فمثلا السلحفات البحرية بتفكر أنه كيس النايلون هو قنديل بحر، فبتروح لتاكله بتقوم بتموت، فلهيك صار في عنا خلل بالتوازن البيئي. هي ناحية. الناحية الثانية هي الابتكار. هلأ صار في من الأهداف التنموية أنه نركز على الفكر الابتكاري، كيف نحن ممكن نخلق من أمور بسيطة، موارد بسيطة، أعمال لإلنا. معناته نحن بدنا ليش مستدامة؟ لأنه أنا عم بخلق عمل، شيء لقدام لطور نفسي وواقعي وارفع المستوى المعيشي تبعي. بالإضافة لموضوع الابتكار، تدوير المواد اللي عنا هلأ كمان بسبب قلة الموارد صار الإنسان كتير بحاجة أنه هو يستفيد من مواد معينة يقلبها ليستخدمها بمواد تانية. أو مثلاً حتى في حملات كتير صارت أنه ما تستخدموا كاسات البلاستيك أو الزجاجات أو مثل أنينة البلاستيك الشرب، أنينة المي، لا، استخدموا الزجاجة، يعني الزجاجية، القارورة أو الأنينة الزجاجية. ليش؟ لأنه هي دائمة الاستخدام، فمعناته بدنا نبعد عن الشيء الاستهلاكي. هلأ دائماً بنلاحظ بالمجتمعات كل الصناعات تقوم على مبدأ الاستهلاك. ليش؟ لأنه بيجيب لها عائدات مستمرة، بتكون حركة المادة سريعة استهلاكية،
الواحد بده يضطر يشتري مواد من نفس النوعية مرة تانية. هلا حتى بنشوف الموبايلات صارت مباشرة قابلة للكسر، بالسابق كان مثلا يوقع بالطريق تمشي عليه السيارة يضله طبيعي مش شغال. فثقافة الاستهلاك هي اللي بتأثر بشكل سلبي على البيئة، لذلك بدنا نستخدم إعادة تدوير للمواد واستخدام مواد يعني بشكل متكرر ثابتة وموجودة عندنا بشكل دائم. هي تقريبا حكينا شيء 8 أو 9 بنود من التنمية المستدامة لل 2013، لسه في عندنا كثير من مبدأ العلاقات من التعاون، يعني بقى بنفوت على نواحي أكثر عمق وأكثر تخصص، لكن الأساسيات والتركيز عليها هي أول 5 بنود. والشيء الجديد هو الشيء اللي بحرية التعبير، الشيء المتعلق بالمناخ، الشيء المتعلق بالابتكار والإبداع، المتعلق بالإضافة بموضوع إعادة التدوير. يعني كلهم مواضيع مهمة نور وبتلامس حياتنا اليومية، ومثل ما قلتي يعني مفهوم الاستدامة هو المفهوم الأكثر عملاً عليه حالياً بالوقت الحالي الإعلام، وبالذات الإعلام التنموي. يعني نحن حتى خلال يومنا العادي وصباحنا غير، يوميا بنحاول يكون عنا ضمن صباحاتنا مفاهيم عديدة إن إعادة التدوير. وهون خليني أحكي عن دور الإعلام التنموي بخدمة هاي الأهداف المستدامة. تمام. أولا الإعلام يفترض يكون هو ماشي ضمن سياق سياسة بلد. يعني الإعلام دوره مهم، لكن هل هو كافي؟ لا. ليش؟ لكن دوره كتير كبير دكتورة. اليوم عم نشوف الإعلام عم يأثر بدول، عم يأثر بمسار سياسات، عم يأثر بمسار اتجاهات يعني مفصلية بحياة دول على مستوى العالم. فإله دور كتير كبير فينا نقول بالتأثير. الإعلام الإنمائي اليوم إله دور كتير مهم يمكن بتطوير جميع المجتمعات، إن كان المجتمعات على مستوى العالم. صحيح. هو كتير له دور مهم، لهيك عم نحتفل اليوم بهذا المجال. لكن هو بمجال التنمية هو غير كافي. ليش؟ لأنه الإعلام هو يهيئ البيئة، يهيئ الظرف للقيام بتنمية، لكن هو لا ينمي. كيف هو بيخلق الظرف؟ هو بيخلق الفكر، بيخلق الوعي، بيخلق الرغبة بالعمل، لكن هو ما بيزودني بأدوات. لذلك هو هيئ بيئة لكن هو غير كافي للقيام بالخطوة التنفيذية. تمام؟ لذلك دوره كتير مهم، لكن يفترض أن يندرج ضمن عمل مشترك مع جميع القطاعات، يعني مع الصناعة، مع الزراعة حسب المجال طبعاً اللي بنشتغل فيه أو حسب الهدف التنموي. مع كل المجالات بده يكون في عنا سياسة واحدة. هي السياسة بينبثق منها مجالات، كل وزارة أو كل جهة بتشتغل حسب الدور تبعها، بتلبي متطلبات الدور تبعها. بالنهاية إذا صار في وعي بننتقل لمرحلة تانية، مثلاً تقدر وزارة الزراعة تأمن فرضاً مواد، تقدر وزارة الاقتصاد تعطي قروض لنقول محدودة أو بسيطة للقيام بأعمال معينة، بتقدر بقى كل جهة تدعم هذا السياق التنموي بدورها لكن بشكل كامل. أما إذا اشتغلت كل جهة بشكل منفصل لو أدت دورها كامل لكن مو ضمن سياق واحد، مو ضمن خط، فهو بيكون غير كافي. فواحدة وكتير مهمة من خصائص الإعلام التنموي هو إنه مشترك، مشترك يعني بين كل القطاعات. في خصائص تانية كتير، إنه هادف، هادف ليحقق لي وعي بمجال معين، بالإضافة لأنه هو واقعي، يعني بينطلق من الواقع ومشاكله واحتياجاته وبيتحول للتنفيذ بطريقة واقعية. يعني ما بيحط لي خطط خيالية ومثالية وبعيدة عن التطبيق. طيب دكتورة خلينا نحكي عن نقطة مهمة. اليوم نحن عم نحكي عن مفهوم كتير مهم بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الإنمائي، لشو نحن بحاجة وشو هي يمكن خلينا نقول المواضيع اللي نحن بعاد عنا نحن بحاجة لحتى يمكن نضوي عليها أكثر لنفوت ضمن هذا المجال. في خلينا نقول مجالات معينة نحن صرنا قطعين أشواط فيها إذا صح القول، شو اللي لسه نحن بحاجة لندعمه أكثر؟ هلأ نحن بحاجة لعدة أمور. أول شيء هو الانفتاح، لأنه الانفتاح والحوارات مو بس مع أبناء المجتمع، بدها تكون مع دول أخرى، لأنه نحن ما بدنا نخترع العجل من أولته، بدنا نستفيد من تجارب لكن نوائمها بما يناسب بيئتنا السورية. هي أولاً.
ثانياً اللي لازم نستفيد منه هو البيانات الموجودة عنا، مثلاً صار في دراسات أو في عنا المكتب المركزي للإحصاء، في جهات معينة كتير بتعمل دراسات، في عنا كمية من المعلومات. هلأ بغض النظر كافية أو غير كافية، في عنا معلومات، هل عم يتم الاستفادة منها؟ هل عم يتم تطويعها لننتقل لمرحلة أعلى وأهم بمجال التنمية؟ هذا هو سؤال كتير مهم، إنه نحنا ما كتير، مو بس كإعلام، بكتير جهات أخرى ما كتير منعتمد على البيانات، رغم إنه هذا اليوم هو مو بس اسمه يوم الإعلام التنموي أو الإنمائي، هو اسمه يوم المعلومات حول التنمية. معناته نحنا لازم نستفيد من المعلومات، كيفية حفظها، لأنه أنا مثلا اليوم عملت دراسة لكن بجوز ما استفيد من كل معطياتها، بجوز بظروف تانية في عندي إمكانيات اقتصادية أو انفتاح تجاري على العالم استفيد من معطيات تانية. فمعناته بدي أعرف أحفظها وصنفها، كيف بصنفها؟ حسب شريحة عمرية، حسب شريحة اقتصادية، حسب توزع مناطقي، في كثير تصنيفات للبيانات، فبدي صنفها وأحفظها وانشرها بشكل صحيح وحللها، وبدي أهم شيء هو شاركة. المشاركة بالمعلومات هي بتنقصنا، يعني كل شيء ما يتعلق بإدارة المعلومات بالحقيقة هو بينقصنا التعامل فيه بطريقة احترافية أكثر. ويمكن هون دور الإعلام له دور كبير، يمكن لتعزيز هي المفاهيم وتعزيز هي المعلومات، لا يمكن تنمية الإعلام الإنمائي وتأثيره بالمجتمعات. الدكتورة لبنى بشارة خبيرة التنمية الإدارية، بدنا نشكرك على وجودك معنا لليوم. شكراً لكم.